قالت أنا فاطمة وأبي محمد. وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي ولا حظوة من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ويعرف التالون غبة ما أسس الأولون. ثم طيبوا عن أنفسكم نبشا واطمئنوا للفتنة جاشا، وابشروا بهرج شامل وسيف صارم وسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين.